بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. مرة أخرى أنا معكم ربان أعالي بحار أقدم ضجر مرزوق عودة البدران، والجزء السادس من استراتيجيات التنمية المينائية المستدامة سياسة واقتصاد. لازلنا مع المبحث الأول، الأسباب الداعية لتسابق الدول على تطوير موانئها البحرية. أرجو المتابعة. تعزيز النمو الاقتصادي. عام التنمية المينائية والبحرية يمكن أن تساعد على تحسين النمو الاقتصادي لبلد ما من خلال زيادة معدل التبادل التجاري، وتحسين كفاءة النقل والشحن، وتحفيز الاستثمار والتقدم، ولا تتحقق هذه المطالب إلا من خلال بعض العناصر وليس الحصر. أولاً، استغلال كامل للسواحل والأنهار المرتبطة وإقامة عليها مشاريع تخص الصناعة البحرية. ثانياً، زيادة عدد الموانئ والمنصات والأرصفة التخصصية وتنويعها. ثالثاً، إنشاء ربط لوجستي مع دول الجوار والعالم. رابعاً، الاستفادة من مدخلات الموارد الطبيعية لتنمية المشاريع الاقتصادية الوطنية. عالمياً، أغلب دول العالم تسعى جاهدة وبأي شكل من الأشكال لتعزيز نمو اقتصادي وطني يعزز مكانتها وييسر من تنفيذ مخططاتها وأهدافها التنموية في سبيل الاستقرار والرفاهية. ولهذا فهي تحاول جاهدة من استغلال كل العوامل التي تجدها مناسبة. وعلى هذا الأساس يتم تصنيف الدول اقتصاديا حسب عامل النمو الاقتصادي الإيجابي. ومن الأمثلة الحاضرة هو إنشاء نهر صناعي معلق يمر فوق الأرض والأنهار في ألمانيا، يدعى باسم ماجديبورغ، من أجل خلق ربط لوجستي نهري يمتد إلى كثير من المدن الصناعية والمدن التي تستفاد من هذا المشروع. عربياً، المشاريع البحرية العربية الاستثنائية تعتبر قاصرة، كونها تعتمد على الأفكار القديمة والسهلة التحقيق، باستثناء بعض دول الخليج كالإمارات والسعودية وقطر، كونها تمتلك موارد طبيعية مهولة تغطي وتزيد من ميزانيتها السنوية، وعوامل أخرى من الاستقرار تمكنها من الخوض بمجازفات ومشاريع تجارية تعزز النمو الاقتصادي. ماذا عن العراق؟ هناك مشاريع مينائية تعزز النمو الاقتصادي، إلا أنها ليس بمستوى الطموح ولا تعتمد عليها الدولة في ميزانيتها السنوية، حيث توجد جوانب مينائية عديدة لم تستغل بعد، نذكر منها وليس الحصر. أولا، لم تستغل الأنهر الرئيسية ولا الفرعية للنقل النهري، ولم يتم ربطها بالموانئ البحرية. ثانيا،
لم يتم استغلال كامل للساحل العراقي، والذي يمكن أن يطمر جزء كبير من الأرض الأرخبيلية الممتدة باتجاه البحر. ثالثا، لا يزال الربط اللوجستي ضعيف جدا محليا وأقليميا. رابعا، عدم استغلال الوارد من الموارد الطبيعية كالنفط والغاز لإقامة مشاريع ذات ديمومة تجارية. أخيرا، عدم إقامة مشاريع للصناعة البحرية وخدمات السفن، بل تم الاستغناء عن المقامة أصلا. زيادة القدرة على النقل. عام، الموانئ البحرية المطورة يمكن أن تزيد من القدرة على النقل للمنتجات والسلع الاستهلاكية، مما يتيح مزيد من السيولة والتنوع في النقل الدولي. كذا يمكن تحققها من خلال ما يلي: أولا، زيادة عدد الأرصفة وتنوعها وزيادة كفاءتها. ثانيا، زيادة إمكانيات استقبال جميع أنواع السفن بأبعادها وتخصصاتها. ثالثا، زيادة إمكانية استقبال جميع الحمولات. رابعا، زيادة الساحات الخزنية والمخازن المبردة والتخصصية والشحنات الخطرة. خامسا، زيادة تفعيل الصناعات التكاملية والتحويلية. سادسا، زيادة تنشيط النقل العابر والنقل متعدد الوسائط. الخلاصة، بتفعيل العوامل أعلاه يتم إلزاما زيادة أعداد السفن وزيادة تنوعها وتطورها، كي يحصل تكامل تنموي وزيادة القدرة على النقل البحري، وهذا ما يجري حاليا بجميع أنحاء العالم. عالميا، من الملاحظ وبجلاء أغلب دول العالم تسعى جادة بزيادة القدرة على النقل البحري بالذات، لما يمتلك من ميزات ومرونة وعوامل تنموية عديدة ترفع من مستوى الدخل الوطني الوارد. وعلى هذا الأساس نجد كثير من دول العالم لديها أساطيل بحرية ضخمة من السفن المتعددة الأغراض والتي تجوب بحار العالم المختلفة، ناهيك عن امتلاكها للموانئ العملاقة المتطورة، بالإضافة إلى صياغتها للعديد من القوانين والاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الهادفة لتسهيل عمليات النقل كافة. عربياً، تحاول أغلب الدول العربية جاهدة من تنشيط بعض عوامل زيادة القدرة على النقل، لكنها لا تزال تزحف خلف دول العالم الأول وتتقيد بقوانين واتفاقات الدول العظمى وتنصاع لمشورتها وتخطيطها. ماذا عن العراق؟ لا يختلف العراق عن باقي الدول العربية ودول العالم الثالث، فهو يجري خلف الدول المتطورة محاولا إعادة أنفاسه بحريا. كان العراق سباقا لكثير من عوامل زيادة النقل، لكن بسبب الحروب المشار إليها سابقا، فقد خسر العراق كل أساطيله البحرية، ابتداء من ناقلات النفط العملاقة وسفن الدحرجة روروشيب وسفن الشحن العام وأسطول صيد الأسماك، ناهيك عن تدمير موانئه ومساراته البحرية وخسارة موقعه
بين شركات النقل العالمية. نعم، العراق قادر على زيادة القدرة على النقل لامتلاكه كثير من الجوانب الإيجابية التي تمكنه أن ينطلق من جديد من خلال تفعيل العوامل التي ذكرت في أعلاه. نشكر حسن أنصاتكم ومتابعتكم.